سلطانة بوسش على طول. الله يطول بعمرها دائما، بتساعدنا بعمرها. الله يخلي لنا اياها، يديم للسلطانة ويخلي لنا اياها على طول، بتحل لنا مشاكل. الله يطول بعمرها على طول. الله يطول بعمرها. لا اكيد اليوم حتوزع ذهب السلطانة قسم، رح تجي تشوفكم بعد شوي، لهيك وقفوا على جنب. يلا انت وياها روحوا قدامي، كلكم وقفوا بالصف. يلا لشوف، وقفوا بالصف. يلا تعوا على ما هي، يلا شو عم تدفشي كلكم بالصف؟ شوي شوي بلا عياط، شو بدك تعملي بعدي هيك؟ كل بالصف، تخنقوا. ما بيصير هيك، عيب عليكم. ما بدك خناء يا جماعه. ناطره هون، من وين طلعتي؟ عيب شو؟ خلص يا جماعه اهدوا، وقفوا بالصف واسمعوني منيح. السلطانه قسم رح تهتم بمشاكلكم كلياتها. كل هالسنين مين فيكن اجى لعنده وما حلت له مشكلته؟ مشان هيك وقفوا بنظام احسنكن. دستور حضرة السلطان قسم. صارت بعمر الزواج يا سلطانة، وبدنا نحضرها لنجهزها، بس شوفت عينك، العين بصيرة والإيد قصيرة، ما عرفت شو بدي أعمل. قالوا لي روحي لعند السلطانة قسم، وهي بتلاقي لك حل كل همومك ومشاكلك. مليكة خليهم يعملوا اللازم. الله يرضى عليك يا سلطانة، الله يرزقك وينولك اللي ببالك. الله يعيدوا عليكي بالخير يا سلطانة. عيدك مبارك يا سلطانة. يلا روح. زوجي يا سلطانة دخل على الحبس بسبب ديونه الكتيرة، وراح عمود بيتنا، وضليت أنا وولادي الثلاثة بدون سند. أنت شو اسمك؟ اسمي رابعة. ولا يهمك يا رابعة، لا تزعلي يا بنتي الحلوة، بابا رح يرجع لك. الله يحميكي يا سلطانة. الله يديمك فوق راسنا يا سلطانة، ويخلي لك أولادك. شكرا كتير. عيدك مبارك مولاتي السلطانة. الله يديمك ويطول بعمرك. سلطانة عربيتك جاهزة، لازم نروح على القصر. الأهالي لسه عندهم مطالب، اجمعوهم كلهم.